كم سنة بتحضر أخي؟ مازل بالنسبة ل كيفاش قصة الشعر؟ كي كان درت حاجة مع برك نحيتها الشعر ومرمات المرافعات من بعد صبحت كي دارت الرقية ودارت الحجامة نهار صبح بهت الشعر هلقيها تما محطوط على رأسي. طيب إذا قصة هذا الشعر هو أن بعد ما عملت أختك الحجامة والرقية أرادت أنها تسرح شعرها، فإذا ذاك يسقط هذا الشعر بالطريقة أنه مجموع هكذا، يعني أنه لم يكن في الشعر وإنما وجدته محطوط هكذا مجموع، يعني كيف يكون هذا الشعر مجموع بالطريقة؟ من المفروض أن يكون شعر مسرح وهي مسرح شعرها، من أتى به؟ الله أعلم. من وضعه في الشعر؟ الله أعلم. نسأل الله تعالى أن يكون سحرا قد ظهر، الله جل وعلا أن يكون سيحا قد ظهر. هي جت لي كأنها وين وأختك تشعر كأن العقد كتحل في رأسها. الحمد لله أنت جيت من الجزائر أختك، مرحبا بك أي وقت أختك، هي مرحبا بها وعائلتكم كلها مرحبا بها، لأن شفت أحبك الله، لأن شفت معاناة أختك، وإن شاء الله بإذن الله كل شيء الأم وعائلتكم كلها تولي لاباس بإذن الله عز وجل. تصل بالاخوات، انتم عندكم سفر اليوم بغدا؟ لا غدا ان شاء تاخذ الورق ديال الطبيب، احنا تبيننا هادشي راه دابا عندنا بفضل الله عز وجل. الامراض اللي عانت منها اختك كامله راه اعترف بها الجني، اعترف ان هناك اسحاق قديمه، الان شعر كيظهر بفضل الله عز وجل. كنسال الله عز وجل يشفيها. امين يا رب. انا الحاجه اللي كتسالوني مرحبا بكم، مفهوم؟ انا هو اللي بغيت نقول لك مرحبا بكم، قولها لله تعالى، لان شفت المعاناه تاعكم والحاله في المصلات. عندها أمراض تاع الغدة الدرقية وعندها أمراض حصلت في الدواء، يعني الضرقان مخروب. شوف تواصل معنا كل مرة نجيب معك واحد جوج ماشي مشكل، واحد جوج حيد المشكل حتى نتعامل معكم جميعا. الجزائر جيراننا وخوتنا وحبابنا وبلد واحد. صلاح صافي تسناني دابا نمسك الورق ديال الطبيب نعطيهم لك. امين وإياك ان شاء الله يعطيك يا ربي. امين. مرحبا بكم. الله يعزك ليك بربي.